احسن صوره تنقل هي اللي موجوده دي اللي حضرتك شايفاهم، شايفه الناس كلهم فرحانين ازاي، شايف المصريين موجودين ازاي، احنا من الساعه 7 الصبح موجودين في الشارع. صدقيني كل المقرات اللي عديت عليها كلها بالشكل ده، الناس بتحب بلدها فبتنزل بتشارك، وبرضه في نفس الوقت هم خلي بالك ده بيشاركونا في الامن. والله احنا الحمد لله تعالى بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات معالي وزير الداخليه، حصل لقاءات متعدده مع سيادته، وفي توجيهات تم، في خطط تم الاتفاق عليها، احنا عندنا انتشار كويس موجود في الجيزه كلها يا رب باذن الله. بندعو الله سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا، بندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبقى الامور كلها خير عشان اللي بيحصل ده داخل بلدنا. الناس نازله الحمد لله تعالى، طبعا لسه في جزء، طبعا هم معتقدين ان لسه في بكره لسه في بعده، وطبعا كل ما نبادر وكل ما ندلب اصواتنا، خلي بالك ده حق للمواطن، حق دستوري والتزام عليه في نفس الوقت، واخده بال حضرتك ان هو لازم يشارك. فانا يعني بدعو المصريين كلهم يبقوا يطمئنوا، بدعو محافظه الجيزه ينزلوا يا رب ويشاركوا بمشيئه الله تعالى. الناس مبسوطه الحمد لله تعالى، ربنا يضم علينا نعمه، نعمه الامن والامان، ربنا يا رب يبارك لنا بلدنا بمشيئه الله تعالى، ربنا يخلي لنا بلدنا يا رب باذن الله تعالى ام الدنيا واحسن دوله في العالم كله. نعمه الامن موجوده، كان زي ما قلت لحضرتك واشرت كان في توجيهات للسيد الوزير، كان في لقاءات متعدده، سيادته بيتابع دقيقه بدقيقه الامور كلها، بيطمئن طبعا على الامن، لان عشان الناس تنزل لازم تشعر بالامن. احنا الحمد لله موجودين في الشارع، الكلام ده مش في الجيزه بس، الكلام ده على مستوى المحافظات كلها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ينعم علينا بنعمه الامن باذن الله تعالى.